أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أينما كنتم يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية لنرحل أيضا مع هذه الرحلة الثانية شوط آخر أيضا يتحرك بفئة الجعدان، شوط رئيسي لا يقل وزنا ولا أهمية عن الشوط اللي انتهى بفوز مشاكل للسيد راشد بن سعيد بالغافرية. نتحرك مع 2 كيلومتر، نتحرك أيضا مع هذه الشعارات الزاهية الباهية التي تتنافس في قلب الميدان وشمعدان. الله يا بالغافرية يبحث عن الأشواط الرئيسية مع شمعدان راشد بن سعيد بالغافرية، وجنبا إلى جنب أيضا الشاعر محمد بن خميس بن هندي المهيري بالمركز الثاني. المركز الخوف من نجد، الخوف من هذا الطويل، الخوف من هذا القادم اللي يطلع فوق، يطلع الناموس، نقول لك هناك الناموس عند خط النهاية، طلع إلى المقدمة. على فكرة هذا ما يعرف الهزيمة، من مسافة 1500 متر، الله يعلم به في مسافة الكيلوين، وما يطيع، متعود على الناموس نجد. محمد بن عبد الله بن مطر الرميثي بالغافرية بالمركز الثاني والمركز الثالث. أشوف هناك شعار سعيد بن مايد بن حمود الاشتبي، والمركز الرابع دينار أحمد بن عامر بن حمد الهاشمي. حرك، ولكن بدأت المعركة الحقيقية بدون سيف وبندق وجنبية، وطلع وروح ويا سلام الغزال، غزال ولا يصيدونه ولا لاح سهم صياد. يسبق روح يا سعيد، روح انت والناموس، فالك النشامه، فال السعداء فالك. هذا هو الغزال سعيد بن مايد بن سالم بن حمود الاشتبي الذي يقدم الجديد في 2 كيلومتر. 2 كيلومتر يا سعيد يا سلام يا الغزال، انت غزال، انت ظبي، انت نمر، انت اسد، انت الناموس، انت الناموس، 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 مع الغزال، سلام يا الهباب، سلام يا سعيد، يا بن مايد، يا بن حمود، يا الاشتبي، انهني على فوز الغزال بالمركز الاول، تهانينا، او الناموس المركز الثاني، دفاق راهد بن محمد راهد بن غدير، والمركز الثالث الهاشمي اظني، والرابع بالغافرية، والخامس الرميثي.